ايوه يا سيد. خلصت ولا لسه ميشو؟ هو انا سوبرمان؟ ما انا لسه سايبك من ربع ساعه. طب بقول لك ايه، خلص الليله دي بقى بسرعه، ما تنساش وانت راجع تجيب لي الكريزي الفاخر اللي جبتولي قبل كده لحسن خرمان على الاخر. انا مش لسه جايب لك امبارح وعلى حسابي كمان يا عم؟ خالص الله، الوقت شامبونبوني بيصفوه سف. خلاص يا سيد خلاص هجيب لك، بس بقى افتكر. سلام يا حبيبي.